نروح مع حضراتكم لموضوع آخر، وموضوع بيهم طبعا قطاع كبير جدا جدا جدا، ويعني بكرة خلاص هيبدأ رسميا الفصل الدراسي الثاني بعد شائعات كتير اتكلمت عن تأجيل الدراسة. لكن المدارس انتهت من كل استعدادات وأعمال الصيانة وجاهزة خلاص لاستقبال الطلاب. خلينا نعرف تفاصيل كتير جدا هيكلمنا عنها الأستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم. صباح الخير على حضرتك يا فندم. اهلا بحضرتك. في البدايه لو تطلعنا وتطلع الساده المشاهدين عن اهم الاستعدادات الخاصه بالترم الثاني من صيانه واستعدادات كمان المدرسين. يعني هو الدكتور بحجازي وزير التربيه والتعليم عقد اجتماع مع كافه مديري المديريات التعليميه على مستوى الجمهوريه للاستعراض مختلف الاستعدادات الخاصه ب الفك الدراسي الثاني والتاكد من حسن انتظام كلا العمليات التعليميه. طبعا خلال الاجتماع كان اصدر عدد كبير من التوجيهات المتعلقه بالنظام سير العمليات التعليميه الفصل الدراسي الثاني، وكان ابرزها طبعا يعني تشديد متابعه الغياب اليومي وانضباط سير الدراسه، وكمان التاكد من استلام الطلاب الكتب الدراسيه بدايه من فصل الدراسه الثاني من بكره في طبعا بعض المحافظات، ومن يوم الاحد في محافظات اخرى. كمان التاكد من الاستعدادات لاطلاق مجموعات الدعم في المدارس. وطبعا مجموعات الدعم دي يعني احنا اصدرنا فيها بيانات مختلفه خلال الفتره اللي فاتت متعلقه بكافه التفاصيل الخاصه بها، وفيما يتعلق بالقيمه بتاعتها او كيفيه تطبيقها داخل المدارس سواء لصفوف النقل او الشهادات. كمان الوزير وجه كمان ببدء تطبيق المرحله الثالثه من الانشطه، يوم الانشطه سواء الرياضيه او الفنيه او الثقافيه في المدارس. هو يعني احنا انتهاء الفصل الدراسي الاول كنا انتهينا من تطبيق يوم الانشطه في 50% من المدارس، هنبدا 25% اللي هي المرحله الثالثه ان شاء الله بعد بدايه الفصل الدراسي الثاني، بحيث على انتهاء الفصل الدراسي الثاني يكون تم تطبيق 100% من يوم الانشطه في كافه المدارس على مستوى الجمهوريه. وطبعا يعني كان في طبعا توجيهات اخرى متعلقه بالامتحانات سواء امتحانات الشهر، يعني هيبقى ان شاء الله باذن الله امتحان نقل امتحان صفوف النقل شهر فبراير هيبقى في الاسبوع الاول من شهر مارس، وامتحان شهر مارس باذن الله هيبقى في الاسبوع الاول من شهر ابريل. وطبعا كان في مراجعه طبعا للجان الخاصه بالثانويه العامه وتاكد من صلاحيه المدارس اللي هيتم استخدامها كلجان الثانويه العامه، واطار طبعا الاجراءات المتخذه في الاطار ده مع مختلف مدير المدريات. طب حضرتك يا فندم خلال حديثك تطرقت لمجموعات الدعم، فلو حضرتك تقول لنا تفاصيلها تطلع الساده المشاهدين مره اخرى عليها يا فندم. طيب مجموعات الدعم هي المسمى الجديد اللي اطلقته الوزاره على مجموعات التقويه في المدارس. هي يعني الوزاره بتستهدف توفير او تقديم خدمه تعليميه متميزه للطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، ومن خلال هذه المجموعات هيكون من خلالها تقديم هذه المجموعات للطلاب من خلال مدرسين متميزين، وكمان مدرس هيحصل على التكلفه الخاصه بالحصه اللي بيقدمها بعد الانتهاء فورا من الحصه. وكمان هتكون اسعارها رمزيه للطلاب بتتراوح ما بين 20 ل 80 جنيه. وبالنسبه لصفوف النقل هيكون الطلاب بياخدوا مجموعات الدعم داخل نفس مدارسهم. اما بالنسبه للشهادات فهيتم اختيار من 3 لـ 5 مدارس على مستوى كل اداره تعليميه هتكون مجهزه بقاعات، وهي يعني هيتم كمان فيها يعني تحديد او وجود مدرسين متميزين ممكن الطلاب نفسهم هم اللي يطلبوهم عشان يدوا مجموعات الدعم. وطبعا المدارس اللي هيتم اختيارها دي اللي هي من 3 لـ 5 مدارس داخل كل اداره تعليميه هتكون مجهزه بالكامل لتقديم مجموعات الدعم للشهادات اللي هي سواء ثالثه اعدادي او ثانويه عامه.
هايل. طيب احنا للاسف في كده عندنا ظاهره الحقيقه يمكن بقى لها كتير جدا، هي فكره ظاهره الغياب خاصه للشهادات الثانويه يا فندم. عايز اعرف من حضرتك هل توصلنا لخطه او اليه او شيء من عناصر الجذب للمدارس عشان يتم مواجهه هذه الظاهره؟ هو الحقيقه ان طبعا الوزاره بتبذل جهود كبيره في الاطار ده منذ بدايه العام الدراسي، والوزير يعني اصدر عدد كبير من التوجيهات المتعلقه بتوفير كافه سبل الجذب للطلاب، سواء من خلال طبعا التاكيد على حسن السير في العمليات التعليميه، تفعيل الغياب الالكتروني للطلاب، التاكد من تقديم المواد الدراسيه داخل المدارس بشكل يعني منتظم وجيد وبالطريقه التي بتستهدفها الوزاره، سواء من خلال طبعا تقديم المفاهيم الكبرى، دمج المفاهيم داخل العمليات التعليميه. لكن طبعا يعني متابعه الغياب بشكل مستمر هي طبعا بيتم متابعتها من سياده الوزير لمدير المديريات على مدار العام. والحقيقه ان ده يعني خد جزء هام من الاجتماع الاخير الخاص مع معالي الوزير لمدير المديريات، واكد خلاله على اهميه تفعيل الغياب الالكتروني وعوده الطلاب وحضور الطلاب للمدارس بشكل ضروري جدا لضمان حسن انتظام سير العمليه التعليميه. طيب يعني نستغل وجود حضرتك معانا ونسالك عن التطورات الخاصه بمسابقه ال 30 ألف معلم يا فندم. هو الحقيقه ان طبعا المسابقه اللي تم الاعلان عنها والانتهاء منها الخاصه ب 30 ألف معلم، طبعا هو الوزاره بتستعد حاليا للتدريب المعلمين اللي نجحوا في المسابقه، هيتلقوا اسبوعين تدريب خاص باللياقه البدنيه والذهنيه، ثم اسبوع هيكون في دوره تربويه. اسبوعين لياقه بدنيه؟ ايوه لياقه بدنيه وذهنيه، ثم اسبوع هيبقى خاص بدوره تربويه. بعد كده ان شاء الله باذن الله هيبداوا يتكلموا عملهم طبعا في مختلف المديريات وفقا لتوزيع. بس ليه يعني وجهه نظر الوزاره يا فندم لانه المعلمين او المدرسين يتلقوا تاهيلات بدنيه او تدريبات بدنيه؟ لياقه بدنيه وذهنيه، هو التاكد طبعا على تدريب اللياقه البدنيه والذهنيه هو متعلق طبعا علشان التاكيد على ان المعلمين طبعا في حاله صحيه جيده وحاله ذهنيه جيده، وده طبعا كان من البدايه شروط واضحه ومتوفره في حتى منذ بدايه الاعلان على المسابقه يعني. هايل يا فندم. طيب بعد كمان نجاح تجربه اليوم الثقافي الفني في الترم الاول، هل ده كمان هيتكرر خلال الترم الثاني يا فندم؟ طبعا يعني انا زي ما استعرضت مع حضرتك من شويه، هو اليوم الثقافي او يوم الانشطه الثقافيه هو من ضمن الانشطه اللي هيتم ممارستها داخل المدارس واللي هنبدا بتنفيذ المرحله الثالثه فيها، اللي هو الانشطه الرياضيه والفنيه والثقافيه. وطبعا هو بالتوازي احنا باذن الله ان شاء الله هنبدا في اطلاق الخطوات التنفيذيه لمبادره احياء المسرح المدرسي اللي كان تم تشكيلها منذ فتره من خلال اطلاق مسرحيه تقدر، فهيتم البدء في التنفيذ الفعلي للمبادره ان شاء الله مع بدايه الفصل الدراسي الثاني، وهيتم من خلاله بقى مشاركه عدد كبير من الطلاب باعمال مسرحيه وفنيه في مختلف المدارس على مستوى الجمهوريه، والمبادره هتستمر على مدار العام، مش هتنتهي بمجرد انتهاء الفصل الدراسي الثاني ولكن هتستمر طوال فتره الصيف حتى انتهاء العام، وهيكون في نهايتها مسابقه يعني ما بين المدارس المختلفه على مستوى المديريات التعليميه لاختيار المدرسه الفائزه اللي هتقدم افضل عمل فني ان شاء الله ثقافي. ان شاء الله. بنشكر حضرتك جزيل الشكر طبعا الاستاذ شادي زلط المتحدث باسم وزاره التربيه والتعليم، نشكرك يا فندم على كل هذه الايضاحات.